خلينا نروح لخليل، وخليل أيضا معه ضيفة مشاهدين مختصة راح تعلق على قصة سمرة وتعطينا أيضا خطوات مهمة عشان نستغل الفرص الجيدة بالمكان والزمان الصحيح. تفضل خليل. سعد فضلك يا هاني، ومعنا بالاستديو نهى فايزي ونسأل لايف كوتش والمعتمدة من منظمة الكوتشنج العالمية الاي سي اف. يسعد لي صباحك نهى. سمعت يمكن قصة سمر اللي هي كانت موظفة وبنفس الوقت أو سمرة واستغلت فرصة أنها تتوظف وتدرس بنفس الوقت. لكن قبل لا تجاوبين على هذا، أول شيء من أجمل الفرص أن اليوم نستضيفك وتكوني اليوم معانا، وما زلنا محتفلين في أيام عيد الفطر السعيد. نقول لك كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير خليل، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل اللي حاضرين اليوم. وهذه فرصة عمري بصراحة، وقلت يعني بما انه جاتني الفرصة خليني اطلع اتكلم عن الفرص. يا رب وابركها من ساعة، وفرصة جميلة اكيد. الله يسعدك. اليوم يا سمرة رب. يعني عملت ازدواجية في موضوع انه وظيفة ودراسة، واعتقد كثير مثل سمرة. ايش رايك في استغلال الفرصة بان يكون عمل ودراسة بنفس الوقت؟ يعني على حسب قدرة الإنسان. يمكن سمرة كمان شاركت إنه هي يعني عانت شوية في البداية، في بداية أخذها لهذه الفرصة. على حسب قدرتي أنا كشخص، هل أنا أقدر أوفق أو هل أنا عندي القدرة الكافية سواء جسديا أو نفسيا أو حتى إمكانيات معيشة أن أنا أقدر أشتغل وأدرس في نفس الوقت. بالعكس هذه فرصة صراحة أنا أشوفها فرصة ذهبية. يعني أنا من الناس اللي أنا كنت أنا اشتغلت في الأول وكنت عاملة دبلوم أفتر الهاي سكول بعد الثانوية، لكن بعد كده كملت جامعة وأنا على رأس عملي. يعني نفس وضع سمرة بالضبط. اكزاكتلي. سبحان الله. فيعني كانت فرصة جدا، يعني يمكن المرحلة هذه شوية كان فيها تعب، لكن يعني طالما انه انا ماشيه في طريق اني انا بحقق هدف وانا عارفه انه انا هذا الشيء حيفيدني في مستقبلي واقدر اسويه، فبالتالي ما كان يعني كانت الصعاب سبحان الله تبدا تعديها ما توقف عندها. تمام. طيب يعني انه خلينا نتكلم عن انه هل احنا باستطاعتنا ان نخلق الفرص ولا هي تجينا من الحياه كذا تجي سهله؟ طيب في فكرين. الفكرة الأول هو إنه الإنسان صاحب صناعة الفرصة. الشخص يقدر يصنع فرصته، لكن ليها طبعاً ليها شروط معينة. مو كل شخص يقدر يصنع الفرصة حق فرصته في الحياة. في فرص لا تجينا من المحيط اللي حوالينا، من الناس اللي موجودين معانا، من الناس اللي بنشتغل معاهم، من الناس اللي يعرفونا أو بيتعاملوا معانا. هم ممكن هم يوجدوا لنا فرص، لكن في النهاية برضو أنت صاحب القرار كشخص، هل تأخذ الفرصة أو لا؟ هل تنتهز هذه الفرصة أو لا؟ لكن لما أنا أصنع الفرصة بنفسي، أنا عارف أني أنا أمجنة يعني حأخذ هذه الفرصة، حنتهزها وحأعمل بيها. حلو. طيب إيش هي الفرصة الجيدة؟ الفرصة الجيدة هي الفرصة اللي تكون متماشية مع وعيك لهدفك، وعيك لطموحك. أنا عارف أنا فين رايح، أنا عارف أنا إيش أبغى أكون في المستقبل، أنا عندي وعي كافي بمهاراتي، بخبراتي، بنفسي، بذاتي. ساعتها أقدر أحكم على الفرصة هذه، إذا الفرصة حتخدمني، حتخدم هدفي أو حتخدم الخطوات اللي أنا بأخذها عشان أحقق الهدف الكبير اللي أنا بدي أوصله أو الهدف العام اللي أنا بدي أوصله، ساعتها أحكم عليها جيدة. بعد يعني أنا في رأيي صراحة ما في فرصة جيدة وفرصة ما هي جيدة. يعني أنا أشوف كل الفرص لما أنت قلتي تعملي وتدرسي، أنت ربطتيها في موضوع الجهد والقدرة الجسدية والصحية. طبعا. أحيانا طبعا. لما الواحد ما عنده القدرة، فأعتقد أن هذه فرصة أنك ما تأخذ الفرصة هذه جيدة. صح. ما هي على حسب رغبات الإنسان في النهاية. اللي بيحكمك هو إيش شغفك، إيش هدفك، أنت فين الآن، وفين تبغى تروح. المحيط اللي حواليك كمان، المحيط اللي حوالينا كتير يأثر على قراراتنا في انتهاز الفرص أو ما أو ما إن إحنا ناخد هذه الفرصة أو ما ناخد هذه الفرصة. يعتبر المخاطر انتهاز الفرص؟ نعم. ليش؟ أنا آسفة وأعتذر للجميع صراحة. بس ما في فرصة لا تحتمل أو لا تواكبها مخاطر. ليش ما يعني في مقولة مرة عجبتني صراحة، اللي هو opportunity and risk are soulmates.
اللي هو الفرص والمخاطر هم توأم روح. ما في فرصة تجينا ما نخاف منها، شيء طبيعي جدا، هذه يعني طبيعة بشرية، هذه فطرتنا. أي فرصة حتجيك حتخاف منها في الأول، ليش؟ لأنك أنت ما تعرف إيش معلومات. الخوف يساعدنا على اتخاذ القرار؟ الخوف يساعدنا بس ما نطول فيه، يساعدنا في أول مرحلة من لما تجينا الفرصة. ليش؟ لأنه هو اللي حيدفعني أن أنا أبحث أكثر، أني أنا أسأل عن هذه الفرصة، أني أنا أجمع معلومات، أشوف هذه الفرصة تواكب هدفي أو لا، عشان أقدر أخذ القرار وأنا يعني لو بنسبة بسيطة متأكد من النتائج حقتي. طيب إنه إلى أي مدى يعني تأثر نقدر نقول البيئة المحيطة فينا في اتخاذ أو انتهاز الفرص؟ والله تأثر كثير. شفت التنهيدة؟ شكله مأثرة فيك نقدر نقول البيئة المحيطة. شوف، البيئة المحيطة تأثر كثير، لأنه الناس يعتمد إذا كان الناس اللي حواليني هدول حيتأثروا بالقرار هذا أو لا. يعني خلينا نقول مثلا واحد عنده زوجة وعنده أولاد، أو واحدة متزوجة وعندها أولاد وعندها أسرة وجاتها بعثة، فهذه فرصة بالنسبة لها، بس الفرصة هذه هي ما تقدر تاخذ القرار بنفسها فقط. ليش؟ لأنه عندها أسرة، عندها ناس من تحت مسؤوليتها، أو عنده ناس من تحت مسؤوليته، فهم بيشاركوك في أخذ القرار. طيب، فبالتالي لهم تأثير. لو أعطيتيني، لو سألتك سؤال شخصي أنت، تفضل. أفضل فرصة يعني أنت انتهزتيها وما ندمتي عليها؟ وجودي هنا اليوم. غير وجودك، وجودك شيء مشترك، احنا مبسوطين في هذه، هي فرصة كمان. الله يسعدك يا رب. لا، شوف، الفرصة اللي جاتني صراحة هي أني لما بدأت دراستي في الكوتشنج. دراستي في الكوتشنج سبحان الله جات في ظروف اللي هو أنا كان عندي، يعني أنا كنت بواجه مشاكل في حياتي العملية، فاضطريت ألجأ لكوتش، فلاحظت أنا كيف تغيرت حياتي وكيف أنا صرت يعني بطلت المشاكل هذه موجودة عندي في مجال عملي. فقررت أن أنا أدرس هذا الكوتشنج. الفرصة اللي جاتني أنه المركز أحسن مركز يعني موجود، وكان كل الريكومنديشن اللي جاتني عليه كان موجود في دبي، يعني قريبة مرة، ولا كنت حطلع على أمريكا. فسبحان الله لما فتحوا في دبي سجلت وأخذت التدريبات، وأخذت بعدها الشهادة، وأخذت بعدها الاعتماد. فيعني هذه بصراحة أنا أشوفها واحدة من فرص حياتي، لو ما إني تعبت والتجأت لكوتش أنا ما كان مداني اليوم كوتش. صحيح. طيب يقول لك الفرصة ما تنتظر أحد، هذه المقولة صحيحة ولا لا؟ فرصتك اللي أنت أنشأتها هي فرصتك، اللي أنت أوجدتها بنفسك هي فرصتك، ما هي حقت احد. طبعا احنا يعني مجتمعنا واهالينا علمونا انه الفرصه تيجي مره واحده، الفرصه ما حتستناك، انت لازم تاخذ قرار بسرعه. يمكن اكثر يعني معظم الناس او اغلبيه اللي بياخذوا القرارات عشان ينتهزوا الفرصه، بانه هم عارفين انه الفرصه ما تستناهم، بيواجهوا مشاكل او بيواجهوا خيبات. تمام. طيب انه لو سالتك انه انا خليت مفهوم يعني انتهاز الفرص اخر شيء، لو قلت لك ايش الفرق بين انه انتهاز الفرص والواجبات والاساسيات؟ لان البعض ما يفرق بينهم، يعني ممكن يعتبر الاساسيات هي انتهاز فرصه وهي لا، هذا شيء وهذاك شيء اخر. اعطينا بمفهومك هالشيء هذا. طيب، كان في لفت نظري واحده من المسجز اللي جات على الواتساب. ايوه، على انه ما لحقت، انه جاتها فرصه دراسه وفوتتها. الدراسة هذه أساسيات، العلم والتعليم هو أساسيات، هو ما هو فرصة تتفوت. في أي وقت وفي أي سن وفي أي عمر نقدر إنه إحنا إذا عندنا الرغبة الكافية إن إحنا نحقق هذا الهدف، وعندنا الشغف إن إحنا نحقق هدف التعليم هذا، هو متاح للجميع ومتاح في أي وقت. هذا من الأساسيات. لو جيت قلت لك الواجبات، الواجبات هي مسؤولياتك نحو نفسك أو ذاتك، ونحو المحيط اللي حواليك، نحو أسرتك، نحو مجتمعك، نحو الناس اللي معك في وظيفتك حتى. الحياة مش بس تمام. حياة أسرية. تمام. يمكن هذا يمكن أبرز الأشياء أو مفهوم اللي ذكرته. ومع ذلك هو فرص. هذه واضحة بالنسبة لنا. وشكرا نهى، اللايف كوتش المعتمدة من منظمة الكوتشنج العالمية الICF. شكرا جزيلا لك، ومن أجمل الفرص اللي شفناك فيها اليوم. وأيضا نقول شكرا لحضورها اليوم معنا. بالختام راح نجمع كل النصائح
النصائح اللي أخذناها من نهى اليوم ونستعرضها ليستفيد منها المشاهدين.